أكد رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد عادل اللمعي أن قناة السويس تؤثر بشكل إيجابي على حركة التجارة العالمية. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري بالتزامن مع الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أشار رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد إلى زيادة دخل قناة السويس بنسبة 10% إلى 7 مليارات دولار بنهاية ديسمبر المقبل، مرجحا زيادة إيراداتها العام المقبل لتصل إلى 8 مليارات دولار. النهارده المعبر الرئيسي والشريان الكبير ال 12 فلم من حجم التجاره بيؤثر بشكل ايجابي في ظل الظروف الحاليه. احنا سمعنا طبعا ان 7 مليار الدخل ان شاء الله بنهايه ديسمبر المقبل، دي زياده النهارده تتعدى 10%، متوقعين باذن الله في 23 يبقى في اكتر من 7.5 ل 8 مليار دولار. كل ده بيصب في مصلحه الاقتصاد المصري والاقتصاد اللي احنا مهتمين بيه في ظل الظروف الحاليه. عندنا طبعا علامات مضيئة ان احنا بيجينا طبعا كغرف ملاحة وغرفة ملاحة بورسعيد بالاخص من الرسائل الجيدة والرسائل الايجابية من ملاك السفن، اهتمامهم الكبير النهاردة بتخفيض زمن الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، ده بيؤثر طبعا بشكل ايجابي على زمن الرحلة وعلى ثمن البضاعة وبالتالي على النهاردة على الاقتصاد بشكل عام.